ايه اكتر شخصيه ارهقتك بقى بالفعل في الشغل؟ استاذ خالد الصاوي. اكيد انا كنت لسه هسالك على خالد الصاوي لانه شخصيه وطبعا الدقن هو كمان استاذ خالد الصاوي كمل الشكل بالاداء يعني طبعاً الاداء يعني فكلمني برضو طبعاً. استاذ خالد الصاوي بدقن خيرت الشاطر دي اتعاملت ازاي؟ بالظبط برضو انا بقول لحضرتك برضو ان احنا بنشتغل برضو الدقون ده والشعر كله ده هاند ميد كده فبياخد وقت طبعا مننا مع التفاصيل طبعا بتاع الوش الحواجب الهالات اللي تحت العين بتفاصيلها مع الكوافير العمل طبعا محمود عبد المنعم والكرو بتاعه برضو عملنا شعر برضو من قدام كده وركبنا حاجات كده من شعر قدام عشان الشعر كان عشوائي شويه بتاع خيرة الشاطر انت كنت ماشي بقى بسجل صور طبعا وفيديوهات طول الوقت معاك طبعا طبعا يا فندم الاخراج استاذ حسن مصطفى الستايلز كل ده يبقى معانا بنفس المراحل بنفس الوقت اللي احنا بنشتغل بيها بنشتغل على الصور في نفس الوقت